مع حضراتكم من جديد ورئيس المسابقات كمان من بنها. فانا ما اعرفش بقى الثقافه الشعبيه عندنا ليه بتودي اي حد عايز يطنش او يكبر دماغه توديه بنها. بنها بقى مرادف لايه؟ الطناش، يعمل نفسه مش سامع، يبقى من بنها. ليه من بنها تحديدا؟ مساله محتاجه بحث اجتماعي شويه. لكن رئيس لجنه المسابقات الاستاذ حسام الزناتي، شاب 26 سنة، من الكوادر المأمول فيها خير، هو رئيس لجنة المسابقات أو مقرر لجنة المسابقات من قبل مجلس الإدارة الجديد أو المجلس أو المؤقت لإدارة اتحاد الكورة برئاسة الأستاذ عمرو الجنايني. هو رئيس اللجنة. طب مين لجنة المسابقات؟ ما أعلنش عن تشكيل ليها لغاية دلوقتي. أصل هند هتعلن لما تجيب رئيس اللجنة عنده 26 سنة. ده حتى القانون بيجي يقول لك لا أقل سنه عن كذا ولا زيد عن كذا. فأي حاجة. أعضاء اللجنة بقى هيبقوا مين؟ مؤكد يبقوا أكبر من كده، بس مش ده الموضوع. ده الموضوع، ده هو ده لب الموضوع، لأنك أنت خبراتك قدام خبرات اللي قاعدين قدامك، ما أنت هتجيب ناس ما عندهاش خبرات ولا هتجيب ناس عندها خبرات؟ مفترض أنا مش بعترض عليه، أنا ما أعرفش أداء ممكن يبقى ذهنه يعني في خبرات وفي نضج وذهنه. وكان مساعد الكابتن محمد فضل. مش عايزين نسبة الأحداث في تقييمه، بالعكس، عايزين نديله الفرصة. بالعكس فليكن ان الشباب ياخد فرصته، بس دي يعني 26 سنه بقت. يا رب يا رب يبهرنا بادائه، وخصوصا انه امبارح كان رئيس لجنه مراقب المباراه يعني، وعليه اختبار صعب. طيب اللجنه المؤقته لاداره اتحاد الكوره كنا اول واكثر من رحب بها، كنا اكثر من اعلن تاييدنا ودعمنا للاستاذ عمرو الجنايني، صدقنا كل ما اعلن عن خطوات اصلاحيه عجبني كبيرة. المؤتمر بتاعه صدقته، سقفنا لكتير من اللي جه في المؤتمر، وانتظرنا لحظات الاختبار، لانه سهل جدا ان انا اقول لكم ان انا هبقى محايد، سهل جدا اقول الجمله اللي بتتقال على كل لسان، هقف على مسافه واحده من كله بيقف على مسافه واحده، وفي الاخر محدش بيقف خالص، كل واحد بيروح في سكته وبينحاز لامره. لكنه على فكره مسافه واحده، انت ممكن تقف على مسافه واحده هنا ورده وهنا سكينه مثلا، خنجر يعني مثلا، مسافه واحده دي مش يعني تعليق مش دقيق. لكنه بيجي الاختبار، يبقى الامور كلها على المحك. هنفكركم الاستاذ عمرو الجنايني رئيس الاتحاد وقت ما تولى واعلن في اتحاد الكره في المؤتمر عن خطوات ومنهج العمل. يعني اذا كان الدكتور جمال والكابتن احمد والكابتن فضل هيختاروا المدرب المنتخب الوطني، حضرتك هتتفرغ لانك تناكي في الاهلاويه؟ لا انا بس عايزه يعني عشان بقى نتكلم في النقطه دي ونقفلها خالص. بصوا يا جماعه، تعال حاسبني وانا بتكلم على حاجه زي كده، تمام؟ وانا في شكل رسمي او على وسيله رسميه، بس ما ينفعش وانا بهرج مع واحد صاحبي تيجي تقول لي انت بتعمل كذا وبتعمل كذا. anyway خلينا بس ايه نتفق ان اتحاد الكوره هنتكلم على 90% من اللي جم مسكوا اتحاد الكوره، يا من الاهلي يا من الزمالك. ما تقوليش لا اصل اصل ده متعصب وده مش متعصب. بصوا بس، قبل انا يا جماعه ما اكون زملكاوي انا مصري، تمام؟ وكلنا وقبل اي حد اهلاوي ما يبقى اهلاوي هو مصري. كل ما هو اقدر اقوله لك ان هو تعال امسك فيا وقول لي في عدل ولا ما فيش عدل، في تطبيق لوائح ولا ما فيش تطبيق ولا لوائح، مالكش دعوه بقى. وليك عليا ان انا عمري ما هيحصل ان في كلمه هتطلع وانا متولي المسؤوليه والكلام ده، ولا يهز اي حد بشعره. اللي انا بقوله، انا يا جماعه بقالي 33 سنه بشتغل، تاني هقولها للمره انا والله العظيم عمري ما فشلت. واللي شاف برضه خطاب سياده الرئيس الاخير في مؤتمر الشباب، قال كلمة جميلة جدا عدت على الناس كلها، أنا ما قالك المجاملات. لا أنا مش هجامل، أنا لو جبت لي سكينة على رقبتي أنا مش هظلم. أنا اتعودت في شغلي أنا لا بحب ولا بكره، وأعتقد هو ده سر النجاح.
بحبه واكره، ده صاحبي اللي انزل اخرج معاه، ده صاحبي اللي اروح ازوره ويجي يزورني، تمام. اما شغلي فما عنديش تهريج ومفيش مهادنات لكل اطراف المنظومه. واعتقد مع وجود الناس، كل الناس المحترمه اللي موجودين في هذه المنظومه، ان الكلام ده مش هيزعل حد خالص. فتمسكني في ايه او تقول لي التزم معاك بايه؟ التزم معاك بالحياد، التزم معاك بعدم الكيل بمكيالين، التزم معاك بعدم مجامله اي طرف من اطراف المنظومه على حساب الطرف الاخر، هو ده اللي تحاسبني عليه. انما تقول لي فلان صاحبك وفلان مش صاحبك، معلش مع احترامي يعني كتير، وانا بقول لك اهو كامل احترامي وتقديري لكل جماهير مصر. انا النهارده الخمسه دول اللي بتشرف بالوجود معاهم بيدير الكره المصريه، واحنا واخدين. طب ما انا معايا محمد فضل ومعايا احمد عبد الله ورحمه عبد الله، ويعني اقطاب والله العظيم. كل اي انتماء او اي حد، يا جماعه كابتن محمد حسن حلمي، كابتن محمد حسن حلمي كان رئيس اتحاد الكوره، ها، واللي راح اداله صوته كابتن صالح سليم رحمه الله عليهم الاثنين. فموضوع اهلي وزمالك، وانا هقول لك حاجه، ده انا والله مجلس اداره النادي الاهلي اكتر من 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 اللي من الاعضاء الزملاء برضو اللي موجودين في الزمالك، بس في زميل وفي صاحب وفي. فبلاش نقعد نسخن في الماضي. واحد بيهرج، المهندس عبد القيا برضو ما هو طلع قال لك، وكنا بنقعد نهرج مع بعض في التليفون، بس انا ما عنديش فيسبوك. ايوه ماشي، طب ما هو ذنبي بقى ان انا كان عندي فيسبوك شخصي مقفول. بالمناسبة كمان ده في صفحات طلعت، ده بيقول كذا وبيقول كذا، انا بقول ولا عملت ولا اتكلمت ولا فتحت بقي، وعمل استفتاء. هو ده الكلام اللي احنا وما عندناش سبب ان احنا ما نصدقش. يعني الاداء استاذ ابراهيم هو المحك باستمرار الاداء. أيوة. انت هتيجي تقول للاستاذ الزناتي رئيس لجنه المسابقات. طيب رئيس لجنه المسابقات هنشوف اداء، اذا كان الراجل هيشعرنا بانه هو فعلا ما عندوش مجاملات. الكلام اللي قاله استاذ عمرو الجنايني ما حدش شافه اكتر منه. ايوه استاذ عمرو قال على 3 4 بس يطبق، هم الدستور اللي احنا هنحاسب عليهم مع اول محك، مع الاختبار اللي حصل امبارح. الراجل اتكلم بمنتهى الوضوح، قال لك سكينه على رقبتي، الحياد، عدم الكيل بمكيالين، عدم مجامله اي طرف على حساب الطرف الاخر، وقال لك انا مش هجامل، ولو السكينه على رقبتي مش هجامل. كلام رائع جدا ومبادئ شديده الوضوح والاحترام. امبارح في مباراة الزمالك وبيراميدز، بالمناسبة بنهني الزمالك على فوزه بهذه المباراة، قدم عرض كويس جدا يا باشمهندس، استحق الفوز. صحيح ان بيراميدز ما كانش عنده الدوافع القوية جدا اللي كان بيلعب فيها ماتشات كتيرة، لكن الزمالك مش ذنبه انه بيراميدز ما كانش كويس، هو في النهاية استغل قدراته وطاقته ودوافعه وكسب مباراة بشكل جيد. فبالتالي ده كلام ملوش علاقة باللي احنا بنقوله. بعد المباراة محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك دخل في وصلة شتيمة احتفالا مع الجماهير في حق الأهلي ورموزه على مرأة ومسمع للجميع. حاجة غريبة جدا ان انا احتفل، يعني يمكن يا شوارب الصورة موجودة اهي، يعني مش هنقدر طبعا نجيب الصوت ولا نكرر اللي حصل، لكن ده حصل على مرأة من الجميع. رئيس لجنة المسابقات حاضر، الأستاذ حسام الزناتي، لا ده حاضر وهو مراقب المباراة. ايوه هنا دي الخطورة. رئيس اتحاد الكرة حاضر وهو المسؤول الأول عن إدارة الكرة، وهو اللي قال لنا دلوقتي أنا ملتزم بالحياد، ملتزم بعدم الكيل بمكيالين، وعدم مجاملة أي طرف على حساب طرف. يعني أما كابتن شيكابالا أوباما يتصرفوا هذا التصرف،
على اصوات الجماهير اللي هي ما حدش يقدر يقول ما سمعناش او ما شفناش. الكل الاستاذ حسام زناتي هو مراقب المباراه. كانت القضيه يا استاذ ابراهيم وانا قاعد في لجنه مسابقات وكان يجي الاستاذ عبد الله جورج موجود والاستاذ ثروت سويلم كان معانا فيجي احيانا احنا شفناه كلنا عايزين ناخد فيها قرار مثلا نفاجئ ان تقرير مراقب المباراه ما ذكرش حاجه وتقرير الحكم ما ذكرش حاجه. فاستاذ عامر حسين يقول طب انا هعمل ايه؟ اللائحه بتنص على ان ما يرد في تقرير الحكم ومراقب المباراه. وطلعنا مره في ملك وكتبوا لنا ذا الكلام. ايوه. وناقشنا استاذ عامر فيها. مش معقول يا جماعه خدوا بالفيديو. خدوا وبعد كده قالوا هناخد بالفيديو وما خدوش. ايوه. النهارده انت مراقب المباراه اللي هتكتب لرئيس لجنه المسابقات. يعني انت هتكتب لك انت هتكتب لك انت هتيجي تقول له ما شفتش هيسالك هو ايه اللي حصل هتقول له ما شفتش يعني هنا المحك بقى. انا ما حدش يقول لي ده زملكاه ولا اهلاه ولا اسماعيلاه ولا ترسانه ولا كان مبسوط ولا احتفل ولا رقص كل ده مش هيحتفل زي ما هو عايز بس يعمل ضميره لان هنا بقى ما اظنش ان حد يعني هيقبل انه يكون برضه يعامل اكنه ساذج يعني. يعني انت في التزام في مسؤوليه انت جاي تدير مسؤوليه انت مش جاي تعبر عن نفسك واحنا لسه في بدايه لا ده نهايه موسم ايوه ده احنا لسه في نهايه موسم وبدايه عمل لجنه جديده يعني لجنه لاداره بإذن الاتحاد الله باذن الله فيها كتير كل جدا. مخاوف الناس تبقى مش في محلها ونشوف اداء محترم ملتزم في مسؤوليه في اعمال الضمير ها نخلع انتماءاتنا كما ينبغي ها وباذن الله يعني نرى اداء مطمئن ولصالح الكره المصريه. وده اللي خلى الزميل الاعلامي المحترم الحقيقه المهني بشكل واضح وحريص على مهنيته هاني حتحوت كتب تويتة بيقول ليعلم شيكابالا ان بعودته قائدا ومسؤولا في الزمالك اختلف الوضع تماما عن 2009 وما قبلها في كل شيء فلا يليق به ولا بمكانته أن يقود أو يشارك الجمهور في سباب منافسه. بقول لكم الكلام كان على الملأ. طيب أنا عايز أتوقف وبيقول وفي ظل رغبتنا الشديدة في استمرار عودة الجمهور للمدرجات تصرف كهذا يعطلنا وإحنا ما صدقنا. طيب أستاذ هاني حتحط هنا عمل إيه؟ أيوه ناقش القضية ناقش الوضع ما ناقش مشاعره ما ناقش وجهة نظره ما قالش رأيه الرأي في المبدأ مش في رأيه في العاطفة. هو ده اللي أنا عايزه يعني أنا النهاردة أقبل من واحد أن يكون بهذا عنده المسطرة دي نقدر يحط المسطرة السليمة اللي يطلع عدل يطلع أستاذ إبراهيم يطلع شيكابالا يطلع رمضان كابتن رمضان أي حد هيعمل تصرف هيتقال له نفس الكلام. أيوة وده اللي قاله الأستاذ عمرو الجنايني أنا ملتزم بالكيل بمكيال واحد مش هكيل بمكيالين وملتزم بمواجهة أي خطأ وملتزم بإن أنا هدي كل واحد هنكون أسعد الناس وملتزم بعدم المجاملة ده كلام الأستاذ عمرو الجنايني اللي احنا زي ما قلت لكم الكلام كويس قوي لكن الأمور كلها على المحك. رئيس لجنة الانضباط المستشار سيد بن داري تحدث مع الأستاذ أحمد موسى في صدى البلد عن اختصاصات لجنة الانضباط في الاتحاد ايه دورها في مراقبة اي مخالفات هتعمل ايه نشوف المستشار سيد بن داري. اللجنة دي هتعمل ايه يا فندم؟ هي اختصاصها كل ما يحال اليها من الاتحاد وما يرد اليها من شكاوى وما قد يلحظه كمان الاعضاء يعني هي صلاحاتها مراقبة اي مخالفات وتوقيع العقوبات الانضباطية على جميع عناصر اللعبة كل حاجه ما عدا الاخطاء الفنيه اللي هي تخضع لاختصاص اللجان الاخرى. تمام؟ يعني كل بعيد حاجه اللي هو بعيد عن التحكيم تبعكم. بالظبط. انتوا بتعدلوا اللائحه اللي موجوده ولا بتلغوها ولا بتغيروها ولا بتعملوا حاجه مختلفه؟ بص يا احمد بيه كل فتره في لابد ان يكون في تحديث في حاجات جديده في وارد جديد يعني مثلا السوشيال ميديا
يعني اللافتات اللي بتطلع مثلا في الملاعب فيها اي تحيز او اي اساءه او اي اهانه لاي شخص في الدوله، طبعا ده غير مقبول. الكلام ده كله يعني احنا بنحاول، احنا بنشتغل عليه من دلوقتي. يعني حضرتك بتقول لي اللافتات اللي هي بين جمهور، ممكن جمهور يشتم جمهور اخر، ده تحت رقابتكم؟ طبعا. ده ممنوع؟ طبعا. حضرتك بتقول لي لو في جمهور شتم داخل المدرجات ده اجراء بيخضع لاجراء تحقيق او قانون؟ وانس ان مراقب المباراه او السيد رئيس اللجنه او السيد رئيس اللجنه لجنه الاتحاد او اي من اعضاء الاتحاد بادر الى هذا الى ارسال هذه الشكوى، خلاص بنتصرف معاها وبتتحقق يا فندم، ومن يثبت انه له علاقه بذلك بيوقع عليه العقوبات. وعلى فكره العقوبات الانضباطيه دي هتوقع على الاشخاص الاعتباريه والاشخاص العاديه. بمعنى ايه؟ يعني الاشخاص الاعتباريه ممكن النادي. النادي. والروابط. اذا كان في رابطه يعني جمهور نادي سين او نادي صاد لو عمل اللي حضرتك بتقول عليه ده توقع عليه عقوبه. والمقصود بالروابط يا فندم هنا الروابط المعتمده من الاتحاد. يعني مثلا في مخالفه النظام الاساسي للاتحاد. ده غلط، ده مخالفة أحكام اللائحة، لائحة المسابقات، عدم تنفيذ الإجراءات والقرارات اللي بيصدرها أو بيتخذها المجلس، التسبب في عدم إقامة مباريات، التخلف عن مباريات، كل الكلام ده حضرتك في حاجات يعني إحنا والله شغالين عليها من اليوم. برضه كلام حلو جدا، بس هيتفعل إزاي بقى؟ هو هيشتغل ما يرد إلينا من تقارير في أي مواضيع غير فنية. طيب تقارير هترد منين؟ من المراقبين، من لجان الاتحاد المختلفة، أو هو عناصر متضررة. متضررة. هو ما يجي يقول لك هتافات الجماهير واشتمها وتجاوزها في بعضها. طيب ودي مين هيبعتها لك؟ يعني النهارده هل ده معناه ان الاهلي لازم يتقدم؟ افرض ان لجنه المسابقات ما كتبتش، افرض، اتمنى انها تكتب طبعا. طب افرض ما كتبتش، الاهلي يتضرر. يبقى لازم كده بنقول للاهلي ابعت جواب احتج على هذا التصرف، الاساءه اللي حصل. بس من بدري حتى من باب ايه؟ انك تمنع جمهورك انت انه يغلط. طب ما انا خليني اسال سؤال مبدئي شويه. اذا كانت لائحه البطوله اصلا ان هي بدون جمهور، شروط مسابقه كاس مصر اللي ارسلت للانديه قبل ما تبدا البطوله ان هي بدون جمهور، والنبي ما تحيرنيش بقى استاذ ابراهيم، ما هو فجاه بقى في جمهور. ما هو يعني الاهلي لعب مع بيراميدز بدون جمهور. هو في حاجه اسمها بدون جمهور؟ في لائحه اتبعت لناس تقول بدون جمهور كشروط مسابقه؟ طب يبقى ليه حضر الجمهور؟ ما هو ده السؤال. طيب ده السؤال، هيقول لك عشان احنا بعد كده خدنا قرار. لا، سالت واحد من المعنيين فقال لا، لان دي مباراه نهائيه فلا يليق ختام موسم وختام مباراه نهائي ما يكونش فيها جمهور. قلت له طب ما الاهلي كان بيلعب مع المصري مباراه نهائيه في كاس مصر وكان بدون جمهور برضه. ما قالكش يو بقى يا استاذ ابراهيم؟ انت مزنقها ليه؟ هو انت كل ما اقول لك حتى كنت تقول لي حاجه يعني. لا والله شهر الباليه ما يضحك بجد. يعني نفس يعني البطوله، المساله مش ممكن يا جماعه. نفس البطوله السنه اللي فاتت الاهلي والمصري واخرتها. ويطلع اللي يقول لك تكافؤ الفرص والحلال والحرام. هو احنا اللي ما بيشوفش من الغربال ده ايه؟ هو في حاجه كده في الدنيا؟ طب هل لجنه الانضباط والمستشار سيد بن داري قراراتها ومهام عملها هيكون قاصر على الأطراف الفنية بس، ولا ممكن توسع نطاق المساءلة لمجالس الإدارات؟ نشوف. لو في مسؤول نادي أو مدير كورة أو مدرب أو خرج عن زي ما أقول كده الذوق العام أو الأخلاق أو الانضباط العام، بتتعاملوا معاه؟ بص يا أحمد بيه، أنت قصدك إيه؟ لا انا بتكلم بشكل عام. لا انا بتكلم بكل حاجه، انا بتكلم بشكل عام. طب لا يا باشا، اي عنصر من عناصر اللعبه بما فيها مجالس ادارات الانديه
بما فيها تاني بما فيها مجالس ادارات الانديه يا فندم والمنظمين كله. يعني بص حضرتك كل عناصر كل من له تدخل الانديه واعضاء مجالس ادارتها وكل عناصر اللعبه فندم. طيب اللائحه اللي بتعدوها يا فندم هل يعني بتشوفوا مثلا لوائح دول اخرى بنعتمد على ايه؟ ما لازم حضرتك انا جبت اللائحه بتاعت الفيزا ولائحه الكاف ولازم اراعي هذه اللوائح كلها واحنا بنحط اللائحه الانضباطيه. احنا مش بمعزل عن دول، خد بال حضرتك بالنسبه لاتحاد الكوره بالذات في له وضع خاص ان الفيزا والمحكمه بنجيب الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي بالضبط. ايوه لازم 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 اشوف الكلام ده عشان اتوافق معاه. مش هعمل حاجه بمعزل عنهم او فيها مخالفه لحاجه عندهم فتطلع قراراتي انا مش مظبوطه. انا ترجمنا حضرتك لائحه الانضباط بتاعه الاتحاد الانجليزي لكره القدم. واخد بالك كل الكلام ده لازم نشوفه ونقراه نراجعه نشوف ايه المتوافق مع الكاف والفيفا ونحطه. كل الكلام ده ان شاء الله احنا شغالين عليه. ولا حكم يكتب فيه شك ويجي واحد يشتم ويعمل بتاع ما تقدرش حتى تكتب فيه شك، او لو كتبت فيه شك كانك ما كتبتهاش، ما كتب الرساله وما بعتهاش، هنعمل ايه؟ هو ده السؤال اللي فات الاستاذ احمد موسى. مع انه السؤال كويس نفسه في حد ذاته، هتعملوا ايه مع ناصر اللعبه؟ الالتزام اللي قاله سياده المستشار يهمني ان هو يتنفذ وهيتنفذ اثق بعد عداله. هم الملاذ، القضاء هو الملاذ، اذا لم تتعامل مع القضاء على انه الملاذ، واذا القضاء يعني ما كانش همه الاكبر انه يحتضن الذين يستغيثون به هناك مشكله، ولا اعتصارنا هيكون هناك مشكله امام القضاء. القضاء هو الملاذ لاي انسان متحضر يريد ان يحصل على حقه.